الكبرى ومنها الحلقة والتقصير ومنها ذبح الهدي، وبعدها ينزل الحجاج إلى بيت الله العتيق ليطوفوا طواف الإفاضة ويسعون بين الصفا والمروة. فنسأل الله العظيم أن يحفظهم، ونسأل الله العظيم أن يعينهم، ونسأل الله العظيم أن يردهم إلينا وإلى ديارهم سالمين غانمين. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا يوم عطاء، هذا يوم يتقرب فيه المسلم بما يقربه من ربه عز وجل، فيتقرب إلى الله عز وجل بذبح الهدي، والله عز وجل أمرنا أن نعظمه في هذه الأيام. قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وذكر: فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فإذا كان إبراهيم يصدق الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق، فيقبل على ذبح ولده استجابة لأمر الله، ثم عندما يرى الله صدقه يفديه بذبح عظيم، فكيف لا يتقرب المسلم ببدنه أو بكبش يتقرب به إلى الله العظيم. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كيف لا يقتدي المسلم برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي ساق معه في حجة الوداع 100 بدنة نحر منها 63 بيده، ثم أعطى الحربة للإمام علي فأكمل 100 ناقة من شخص واحد، حيث تعم السعادة للناس جميعا. فما فائدة الأموال المكدسة في البنوك؟ ما فائدتها إذا لم يقدمها المسلم لنفسه أمام الله ورضاه؟ فيا أيها الأحبة، هذا يوم جود وعطاء، هذا يوم يقدم فيه المسلم ما يرضي الله سبحانه وتعالى من الهدي ومن الذبح ليتقرب إلى الله عز وجل. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين واحفظ أموالهم وأعراضهم يا رب العرش العظيم. اللهم انتقم ممن ينكر بعبادك وبدينك يا رب العالمين. اللهم اجعل الدوائر تدور على أعداء الدين. اللهم أرنا فيمن يعادي دينك وعبادك يوما عبوسا قمطريرا. اللهم اكتب السلامة للحجاج والمعتمرين، اللهم اكتب السلامة للحجاج والمعتمرين والمسافرين والمرابطين والمجاهدين.
في سبيلك يا رب العالمين. اللهم أعنهم على الطاعات وأداء المناسك يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج الكرب عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم فرج الكرب عن أهل فلسطين وعن أهل الشام وعن أهل العراق وعن المسلمين في ليبيا واليمن وعن المسلمين في بورما والصين وأفغانستان وفي كل مكان. اللهم احفظ بلادنا من مكر الماكرين وتربص الكافرين وأدم علينا نعم الأمن والأمان يا رب العرش العظيم. اللهم زد الحاضرين هدى وتقى واستقامة يا رب العرش العظيم، واجعلهم جميعا من عبادك الراشدين، وتوفاني وإياهم على الإسلام يا رب العالمين.